السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أم عبد الرحمن متوان. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو البليغات أو لا الزلجلانية، كل واحد وش كيقول ليها، اللي كيجيو أكثر من رائعين، يعني كيجيو زوينين بزاف وبسيطين، حتى المقادير ديالهم اللي هما ساهلين وفي المتناول وما كياخدوش لا مجهود ولا وقت، وكيجيو زوينين من المعسلات الرمضانية. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاقارب، الناس اللي يشوفوا القناه ديالي اول مره، ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك، والناس اللي مشتركين ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبالبارطاج مع الاهل والاقارب. كيف ما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو معسلين زوينين وساهلين في التوجد ديالهم، ما كياخذوا لا وقت لا مجهود. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودابا ندوز معكم باش نشوفوا مقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني رابعه ديال الدقيق الابيض، من الاحسن ان يكون النوعيه جيده ويكون منخول، ورابعه ديال الزنجلان اللي هو كيكون منقي مغسول مزيان بدون تحمار، يعني ما كنحمروش كيبقى عادي، كناخذو هكا كنحركو مزيان، يعني المجموع كيكون واحد نصف كيلو بين الدقيق وبين الزنجلان، يعني رابعه ديال الدقيق مع رابعه ديال الزنجلان. كنخلطهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، اللي غادي نحتاج معاهم غندير معاهم واحد نص معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين كيكونوا منخولين مزيان مغربين، ومعلقه كبيره ديال القرفه. كندير معلقه صغيره ديال خميره الحلوه ديال الفئه ديال 7 غرام، كندير انا غير ناخذ منها معلقه صغيره. صافي، كنخلط هاد النواشف مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، حتى كنحصل على خليط كامل من الجنس. كندخل كل شيء مع بعضياتهم، يعني كنمزج بين القرفه، حبه حلاوه، النافع، الملحه، كندخلهم هكا مزيان مع بعضياتهم ومع حتى الخميره. صافي، وكنزيد هنايا عندي واحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، وكندير نص كاس ديال الزبده اللي كتكون دايبه، زبده نوازيت، يعني كندوبها مزيان حتى كنحيد منها الماء واللبن، وكيولي الشكل ديالها بحال هكا ذهبي. وهما اللي كندير صافي، كنخلطهم مزيان، وكندير معاهم واحد المعلقه ديال الخل. المهم كنخلط هاد بهاد الطريقه هكا حتى كنحصل على واحد حتى كيتبسبس ليا الخليط ديالي، تقريبا بحال ملي كتكونوا كديروا في الشباكيه. من هنا مقادير اللي هما بساط قل من الشباكيه، وحتى انها غير مكلفه وكتوجد بسرعه، يعني ما كتاخذ لا وقت لا مجهود لا والو، وكيخرج واحد الكميه اللي لا باس بها، يعني غير برابعه ديال الدقيق ورابعه ديال الزنجلان كتخرج واحد الكميه اللي تبارك الله ما شاء الله. مهم انا هنايا خلطت هادشي مزيان، وكنزيد معاهم كما قلت لكم معلقه ديال الخل باش كتجينا هشيشه، ما كتجيش قاصحه، يعني كتجي هشيشه كتذوب في الفم وكتضغي كتشرب العسل، يعني الخل هنا عنده واحد الدور اللي هو مهم بحال كيف كنديروا في الشباكيه باش كتجينا هشيشه. غنخلط هاد الخليط هكا بايدي كيف ما كتشوفوا معايا، نخلطهم مزيان، ومن بعد كناخد واحد الكاس، يعني نص كاس ديال الماء مع نص كاس ديال ما زهر، كاس ديال عنبه عامر مخلط بين ما زهر والماء العادي، واللي غنجمع به العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. كاس ديال العنبه، نص كاس منه ديال الزهر، ونص كاس ديال الماء. كاين اللي كيدير ما زهر كامل، مي غادي تجي الريحه شويه مجهده. انا اكتفيت غير بنص كاس ديال الزهر، زدت عليه نص كاس ديال الماء، يعني تقريبا كاس واحد كفاني باش ان نجمع ليا الخليط. وانتم على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم، ديما كنقولها كاين الدقيق اللي كيشرب السائل، وكاين اللي دغيا كيتجمع ما كيشربش الماء بزاف. المهم غنستمر بالطريقه، وغادي نجمع العجينه ديالي حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون ما عاقداش وما ما جارياش، يعني عجينه عاديه. غنجمع مزيان العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، نخلط هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا.
وكنبقى نزيد في الماء بشويه بشويه حتى كنحصل على عجين اللي كيكون بهذه الطريقه هذه، يعني متماسك ما كيكونش جاري وما كيكونش قاصح عاود بزاف. صافي كنغطي عليه بالبلاستيك الغذائي وكنخليه يرتاح واحد 10 دقائق هكا صافي، وكنبدا نعاود نخدم البليغات ديالي. صافي هنا كنت ما كتشوفوا معايا غادي نغطي بالبلاستيك الغذائي نخليه شويه يرتاح وندوز باش نوريكم الطريقه كيفاش صوبت هاد البليغات هادو. راه كاين فيهم بزاف ديال الانواع والاشكال بزاف التشكيلات، انا اكتفيت بهذا الشكل هذا وانتم تقدروا تنوعوا وديروا بالطريقه اللي غادي تريحكم واللي غتعجبكم. المهم بعد ما ارتاحت لي العجينه كنطلقها بالمدلك، يعني كنطلقها وكنديرها بهذا الشكل هذا، وانا خديت هاد القطاعه اللي كتكون على شكل ديال مربعه هي اللي خدمت بها. تقدروا تخدموا بالجراره او لا تقطعوا حتى على شكل دائري وكديروا الشكيلات اللي بغيتوا، راه كتجي سهله بزاف، ما كتاخذ لا وقت لا مجهود. غنستمر بهذه الطريقه كيف ما تشوفوا معايا، انا كنحاول ما نطولش لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل وتفرجوا على خاطركم، المهم هي ان الفكره توصلكم. صافي كنديروا هكا على الطرف ديال الاصبع ديالي وكنلاقيهم بهذه الطريقه هذه، نضغط عليهم باش ما تحلش ليا وصافي. وكنقاد البليغه ديالي كتجي بهذا الشكل هذا، كنحطهم حتى كنكمل كلشي. واحد المساله اللي هي مهمه وضروريه انكم تخليهم حتى كينشفوا مزيان، يعني واخا تخليهم كاع تيباتوا الغد اللي عاد تقدروا تقليهم وتطفيهم في العسل، راه ماشي مشكل، يعني قد ما نشفوا قد ما كتكون واحد النتيجه اللي هي مزيانه ومزيانه بزاف. من الاحسن ما تقليهمش وهما باقين هكا العجينه ما قارطاش راسها، يعني ملي كينشف وكتقليهم كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. صافي كيبقى بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، كندير غير بالاصبع ديالي هكا الوسط وكندور عليهم وكنلصق العجينه. صافي هنا راه كن ما سجلتش لكم الطريقه كيفاش كنت كنقلي وكنعسل، يعني راه فايت بنفس الطريقه ديال الشباكيه، كتسخنوا الزيت مزيان كتسخنوا مزيان. صافي كتقصوا عليه البوطه وكتبقاو تقليو بشويه صافي، وكتبداو تقليو في نفس الوقت كطفيو في العسل اللي كيكون بارد، يعني ما خاصوش يكون سخون باش تشرب لكم العسل مزيان. العسل انا درت العسل منزلي، راه اللي كنت وجدت معكم نيت قبل وريتكم الطريقه ديالو، راه كيجي ناجح وناجح لجميع المعسلات. ها كنخليهم بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا حتى كنكمل كلشي العجينه ديالي، نخليها حتى كتنشف عاد كنبدا نقلي ونعسل، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد البليغات او الزنجلانيه اللي كتجي ولا اروع. كنوجدوها حتى هي المائده ديال رمضان. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تبارطاجيو مع الاهل والاقارب. رمضان مبارك سعيد وبصحه وسلامه ان شاء الله. دائما ما تبخلوش عليا بلايكاتكم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا حتى بالتعاليق ديالكم اللي هي كتزيد تحفزني باش اني نزيد نسجل لكم فيديوهات اكثر، ونتمنى اني نكون خفيفه على قلبكم. المهم رمضان كريم بصحه وسلامه وبطولة العمر ان شاء الله. من الفيديو المجيد ان شاء الله نتمنى اني القاكم على خير وبخير، ومع السلامه.